أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في فعل جندب رضي الله عنه بقتله الساحر وكذلك حفصة رضي الله تعالى عنها، هل يعد ذلك من الافتيات على ولي الأمر أم كيف يوجه ذلك؟ السيد يقيم الحد على مملوك، هذا معروف عند أهل العلم أن السيد يقيم، وفي الحديث أقيموا الحد على من تملكونه، أو ما هذا معناه. السيد يقيم الحد على حفصة، تقيم لأنها مالكة لها، مالكة له. وأما قتل الصحابي جندب قتله للساحر، هذا من إنكار المنكر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه. وجندب يستطيع أن يغيره بيده لأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.